يواصل طلبة المدارس العليا للأساتذة إضرابهم المفتوح الذي دخل شهره الثاني في 11 مدرسة عبر عدة ولايات، في وقت يعتمد مسؤول قطاع التربية والتعليم العالي سياسة اللامبالاة. الطاهر حجار نفى أن يكون له مشكل مع الطلبة وقال بأن أبواب الحوار مفتوحة أمامهم. ما عندنا حتى مشكل مع طلبة المدارس العليا، ما عندنا ولا مشكل، ما عندنا حتى أختي، ما عندنا حتى مشكل مع طلبة وزارة طلبة المدارس العليا. بن غبريط التي يتهمها طلبة المدارس العليا بخرق مواد العقد المبرم معهم بررت موقفها بعدد المناصب المتوفرة. نعود الأكد عندهم الأولوية على المستوى المحلي على حسب المناصب اللي هي موجودة وعلى حسب التخصص، وإذا ما كانش على المستوى المحلي نمدوا لهم يعني الأولوية على المستوى الوطني. نقل خريجي المدارس العليا خارج ولاياتهم للتدريس يراه البعض تجاوزا صارخا في حق هذه الفئة التي يجب حسبهم توفير مناصب شغل لها مباشرة بعد التخرج. يستعملون في القوائم الاحتياطية وفي القوائم الاحتياطية الوطنية ويرسلون بعيدا وكأن هناك منحة أو من يمن عليهم، ولذلك نؤكد مرة أخرى بضرورة الاعتماد على الخريجين من المدارس العليا للأساتذة لرفع مستوى التلاميذ بالدرجة الأولى، وفي نفس الوقت يعتبر هذا حق مشروع بالنسبة لهم. في الوقت الذي يحاول وزير التعليم العالي والتربية فرض سياسة الأمر الواقع يتمسك طلبة المدارس العليا بمطالبهم والتهديد بالتصعيد في وقت تخيم سنة بيضاء على هذه المدارس.